بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحياة كد وتعب ومشقة وصعاب وابتلاءات وآلام، وما يصف منها ما يلبث أن يتقدر، وليس فيها من أوقات صفاء الرائق إلا أوقات العبادة المخلصة لرب العالمين. والطبيعي أن الناس، كل الناس، بحاجة إلى يد حانية تربت على أكتافهم في أوقات الشدائد وتدخل السرور على قلوبهم. لذلك كان من أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني: إن أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم. وصور إدخال السرور على الناس أجل من أن تحصى وأكثر من أن تعد. من أهم هذه الصور تبشير المسلم بالخبر السار والأمر المفرح، خصوصا في الأيام العصيبة مثل التي نعيشها في هذه الفترة، مع حالة الطوارئ وكثرة تداول الأخبار الخاطئة والعبارات السلبية التي ولدت لدى البعض الخوف واليأس ونظرة تشاؤمية في فهم الواقع واستشراف المستقبل. فأين نحن عباد الله من قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والتبشير أيها الفضلاء سنة البشير عليه أفضل صلاة وسلام، فقد كان يبشر أصحابه بما يسرهم. فقد قال يوما لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، رواه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يبشر عموم أصحابه بالخير. قال يوما لأبي هريرة فيما رواه مسلم: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ويبشر عموم أمته بالرفعة والتمكين. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فلنتشبت بسنة نبينا، ولنبشر بعضنا بالفرج العاجل وبالأجر الآجل، ولنسأل ربنا أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يسعد بنا من حولنا ويصرف عنا وعنهم المحن والبلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.